أما ما كثر السؤال عنه مما سألتم عنه عن جملة سعيت قبل أن أطوف، هذه ليست شاذ، وإنما هي زيادة ثقة، وصححها شيخنا ابن باز في الفتاوى وكذلك اللجنة الدائمة، والجمهور لم يضعفوها بل حملوها على من سعى بعد طواف القدوم قبل الإفاضة، كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. وانظر إلى تعقيب ابن التركماني على البيهقي أيضا. وأما كلام ابن القيم لينظر إلى كلامه أيضا في إعلام الموقعين. وأما ما قاله الدارقطني، الدارقطني قال في سننه إنما قال لم يروها إلا جرير عن الشيباني، وهذا ليس تضعيفا لها.